رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هجاوبكم على الأسئلة اللي جت في قناة اليوتيوب اللي لم يسعفني الحظ بأن أنا أجاوب عليها. للسهولة قلت أجاوب عليها في فيديو بسرعة كده للإخوة الأفاضل المتابعين، وأنا بعتذر عن كل الناس اللي أنا ما جاوبتش عن أسئلتهم، وإن شاء الله ربنا يقدرني وأجاوب على جميع الأسئلة. المهم النهاردة هجاوب عن أسئلة اللي موجودة تحت فيديو تحليل الكبد الوبائي بي، عشان يبقى الفيديو مركز عن موضوع واحد فهجاوب الأسئلة اللي تحت هذا الفيديو. ففي سؤال هو أخونا مين ده؟ أخونا بيرسيك يقول بعد 3 أسابيع من الخطر وبالتحديد في اليوم 34 طلعت نيجاتيف، 24 أو 34 وطلعت نيجاتيف، هل التحليل مطمئن؟ هيباتيتس اس انتيجين نيجاتيف، يبقى اذا ده عمل تحليل يوم 24 انا مش شايف بالظبط، والله لو 34 يبقى اكتر من شهر يبقى مؤكد ان شاء الله. بس هو بصفه عامه لو ما فيش عندك اي اعراض وانت عملت تحليل الكبد الوبائي وما ظهرش عندك حاجه في خلال الفتره اللي انت ذاكرها هنا 24 يوم يبقى انت سليم باذن الله تعالى. السؤال اللي بعد كده ما شاء الله، طب ده راجل بيمدح ولا حاجه زي كده، اهلا بيك وسهلا. عنوان حضرتك مين ده بقى؟ وليد، يا استاذ وليد توفيق اظنك انت بتتواصل، عرفت السكه وبتتواصل معايا على الشات اللي موجود على الموقع، بس يا رب الناس اللي سالت ديت واللي احنا بنتكلم عنها تكون حاليا تقدر تسمع هذا الفيديو. الاستاذ وليد توفيق ده دعاء، ماشي يا سيدي ربنا يبارك لك في الدعاء. اللي بعد كده السلام عليكم دكتور، واحدة شفيت من الكبد بي، علاقة زوجية طبيعية بدون الواقي، والله مش فاهم اللغة. المهم الإنجاب أطفال ما فيه ولا مشكلة؟ أرجو الإجابة. سؤالك شوية يعني طلاسم يا أستاذ محمد البيلوشي، حسب ما فهمت كده. واحدة شفت من الكبد بي، يعني في واحدة خفت الحمد لله من الكبد بي، يعني معناها ان كان عندها الكبد بي الحاد وتحسنت ما تحولش المزمن، ده معنى اللي انا فهمته. فطبعا علاقة زوجية معاها طبيعية صحيح بدون واقي ما في مشكلة، الانجاب اطفال ما في اي مشكلة. الاحتمال الثاني للسؤال واحدة من الكبد بي شفيت، يقصد بيها عندها كبد مزمن وشفيت، يعني اصبح الحمل الفيروسي undetected. ماشي، فاول سؤال علاقة زوجية طبيعية بدون واقي، لا يفضل وجود واقي، لان اللي عندها كبد وبائي بي مزمن والحمل الفيروسي اصبح صفر يعني خامل، ما تقدرش تعرف امتى راح ينشط، فالاحسن انك تستخدم الواقي. الانجاب اطفال طبعا ما فيش مشكلة عن انها تنجب اطفال للست اللي عندها كبد وبائي مزمن والحمل الفيروسي بتاعها منخفض واصبح خامل، طالما اسمع دي كويس، يتم الحمل والولادة عن طريق تحت اشراف طبي. السؤال اللي بعد كده الهادي محمد، very nice doctor، طيب يا سيدي تسلم، متشكرين. اللي بعد كده واحد بيقول ايه، جزاك الله خيرا، ده مين ده؟ WMW، انا من 3 شهور ادرسها ولم افهم الا اليوم. انت طالب بقى يا سيدي، الحمد لله انك انت عرفنا نفهمها، الحمد لله، تسلم يا غالي. طيب اخونا يا دكتور، لو شخص اتعرض لمصدر عدوى كم يستغرق من الوقت لإجراء تحليل الدم؟ يعني كم ياخد وقت ليظهر في تحليل؟ يا سلطان انت بتتكلم عن تحليل الكبد الوبائي، يعني بتتكلم عن فترة النافذة اللي هي الفترة اللي تمر ما بين التعرض للعدوى وإمكانية ظهور الفيروس في التحليل. بالنسبة للكبد الوبائي حوالي شهر، لو عملت التحليل بعد التعرض للعدوى بشهر فانت كده وطلع سلمي، يبقى كده الحمد لله انت سليم ما فيش مشكلة. اظن في احمد بيرد، هل حصل دي احنا جاوبنا اهو، هل حصلت على اجابة؟ بيسأله بيقول له لا، دي احنا جاوبنا، دي احنا جاوبناه. مصطفى، هل يمكن عمل تحاليل
والكبد الوبائي وعلاج الدورة الشهرية، واحدة اسمها باين خولة مصطفى. تحليل الكبد الوبائي ممكن يتعمل حتى لو عليكي الدورة الشهرية، مفيش مشكلة. اللي بعد كده يزيد باريس بيقول ايه بقى؟ سلام دكتور من فضلك، انا لدي مناعة من فيروس بي. اهو بيقول عملت الـ HBS Antibody تحليل طلع موجب. طب كويس قوي. ايه السؤال بقى؟ السؤال بيقول هل هذه المناعة هي مكتسبة من التطعيم ولا نتيجة اصابة سابقة؟ كلامك سليم. في التحليل في الفيديو ده تقريبا انا شارح، لو طلع هيباتيتس اس انتيبودي تعرف ازاي دي مناعة نتيجة مرض ولا مناعة نتيجة تطعيم. لو نتيجة تطعيم كل التحاليل الاخرى هتبقى سلبي جميعها. طبعا ال HBS انتيجين سلبي مفيش نقاش. ال HBC اللي هو الكور انتيبودي في الحالة دي هيبقى، لو كان سلبي يبقى ديت نتيجة التطعيم، لو كان ايجابي يبقى نتيجة ايه؟ عدوى سابقة. طلع عندك الهيباتيتس اس انتيبودي بوزيتيف، عندك مناعة، احمد ربنا، يعني مش مهم قوي تعرف اذا كان ده ايه؟ بسبب عدوى ولا بسبب لقاح. طب يا ترى هو يعمل تحليل ايه؟ طبعا ده لو عملت ده هيطلع سلبي لان ده اي جي ام، انما تعمل التوتال. ماشي، التوتال هيباتيتس ده دليل مرض، ده ما تعملهوش لان ده هيطلع عندك سلبي، طالما ال HBS انتيبودي ايجابي ده هيطلع سلبي، وانما التاني ده التوتال ده اللي هيطلع ايجابي. ارجو ان انت تبقى سامع الفيديو عشان تفهم الاجابه. على كل حال هحط لك الرابط بتاع الفيديو. السلام عليكم. واحد تاني هنا بيقول ايه، مش عارف هو باين ولا لا، ده واحد تاني اسمه محمد مش عارف دي بي. السلام عليكم، انا عملت تحليل هيباتيتس انتيجين، لا هيباتيتس اس انتيبودي HBS انتيبودي المضاد، وطلعت النتيجة إيجابية، يبقى ده برضو إيه؟ ده زي أخونا اللي قبل كده. الدكاترة قالوا لي إن مصابة بفيروس بي ساكن. لا معلش، أنت غلطانة فهم غلط من الدكاترة، خامل. لا، لأن لو عندك هيباتيتس بي خامل الهيباتيتس إس أنتيبودي يبقى سلبي، لكن لو إيجابي لا ما عندكيش. فأكيد أنت فاهمة غلط، تقدري تبعتيلي التحاليل وأنا هكتب لك الكلام ده تحت الإيه الرسالة بتاعتك، ابعتيلي التحاليل على الموقع بتاعي عشان هنا على اليوتيوب ما فيش طريقة، وإن شاء الله أقدر أفهم التحاليل وأرد عليك كويس. مش ممكن في دكتور يكون قال لك إن أنت عندك ساكن أبداً، هو ممكن يكون عندك عدوى التهاب كبدي وبائي الحاد وخفيتي، لكن عشان يبقى عندك التهاب كبدي وبائي مزمن وحاليا خامل لا. اللي بعد كده محمد هي اللي بتسأل ست، رد عليها دكتورة الله يوفقك. ماشي يا ست، انا طلعت عندي 27 كل، المهم اكتر من واحد يعني ايجابي على فكرة، وحسب المختبر بيكتب الرقم الكات اوف، وبتقدر المهم كلمة ايجابي ولا سلبي. اللي بعد كده ده في فعلا اسئله كتيره اهيت انا مش واخد بالي منها ما تردش عليها، وفي ناس منهم من كذا شهر يعني. مون لايتس بيقول ايه، حضره الدكتور الفاضل المحترم تحياتي لحضرتكم، نعتز بامثالكم كطبيب وروحكم الطيبه دليل على، لو سمحتم ان تتكرموا وتشرف برقم الهاتف. يا اهلا وسهلا، كلامك كله جميل، بس احنا التواصل بنحب ان يكون يا اما هنا يا اما على الموقع بتاعي اللي هو arafili.com، وهحط لك الرابط ان شاء الله. تسلم يا استاذي، اهلا بيك وسهلا. ده برضو ده اخونا مون لايتس ده بيمدح. ابراهيم سلامة، شكرا دكتور هلال، اتمنى من حضرتك عند التهاب الكبد من نوع سي فيديو اتش سي في، عايز مني ان انا اعمل فيديو، اظن انا عامل قبل كده، فتحت امرك ان شاء الله لو نعمل تاني ايه المشكله، المتوكل على الله. بتقول بالصدفه وطلع ايجابي، ايه هو اللي طلع ايجابي؟ HBS انتجين. على فكره في ناس كتيره بتعمل التحليل بالصدفه نتيجه مثلا قبل ما يتوظفوا قبل ما يسافروا يطلع عندهم ايجابي، كان مطلوب منه مجموعه من كده. ده مين بقى؟
لو سمحت زوجي عمل تحليل بتتكلم عن جوزها طلع ايجابي لكن نيجاتيف ايه؟ طلع نيجاتيف مش نيجاتيف علما ما هو ما خدش علاج ومش عارف ايه. والله انا معلش انا مضطر انسخ عشان افهم الكلام انسخه واحطه في صفحة عربي عشان يطلع ترتيب كويس عشان يطلع ترتيب الكلام مفهوم معلش. لكن اللي انا فهمته ارجو ان انا ما اكونش غلطان ان عمل تحليل البي سي ار وطلع سلبي. الناس هي بتسال الناس اللي هي بيجي لها كبد وبائي حاد في حوالي 85% منهم بيخفوا تماما وينتهي الموضوع وشويه اللي هم 15% اكتر او اقل بيتحول لمزمن. بتسال الناس بقى ال 85% دول اللي بيجي لهم كبد وبائي حاد وبيتحسنوا وبيخفوا تماما ما بيتحولش لمزمن ينسوا الموضوع؟ ينسوا الموضوع. واما يجوا يعملوا تحليل في المستقبل هيباتيتس اس انتيجين هيطلع سلبي وهيباتيتس اس انتي بودي هيطلع ايجابي. يعني عنده ايه؟ مناعه نتيجه عدوى سابقه. اما يجي يعمل السي انتي بودي هيطلع ايجابي التوتال والام السي انتي بودي الاي جي ام هيطلع سلبي طبعا عشان ده بيطلع ايجابي فقط في الحالات الحاده. اللي بعد كده من سوريا نحييك اهلا بيك وسهلا اخونا اللي من سوريا ده كريم اهلا بيك يا كريم يا مرحبا حوريه جاده بخير ان شاء الله تسلم تسلم يا ست الكل حوريه دي ست ادعو بالشفاء ربنا يشفيك ان شاء الله. كده تقريبا خلصت الاسئله التي لم يرد عليها تحت فيديو تحليل الكبد الوبائي بي وان شاء الله نرد عليهم كتابة إذا ربنا يسر لنا برابط هذا الفيديو عشان يقدروا يشوفوه. وشكرا لكم وربنا يعافينا ويعافيكم. وإن شاء الله بحب أذكركم مرة تانية اللي يحب يسألني بشكل ويترد عليه في نفس الوقت فالموقع عندي arafili.com هو المكان اللي برد عليه دايما في نفس اليوم. في طريقتين يا اما تسال تحت الموضوع المناسب او تسال على الشات. ويا ريت الاخوه الافاضل يشوفوا تحت الفيديو في رابط للصفحه بتاعتنا على جوجل ماب على خيارات جوجل يعملوا لنا تقييم اذا حسوا ان هم بيستفيدوا مننا. واشكركم جزيلا واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.